اهلا بحضراتكم مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم، موجودين مع حضراتكم النهارده من واحد من اعرق المعاهد التعليميه الفنيه الصناعيه وهو معهد السليزيان دون بوسكو. موجودين مع حضراتكم النهارده عشان ننقل ليكم مراسم توقيع بروتوكول التعاون اللي هيتم بين المعهد ووزاره العمل والسفاره الايطاليه. الهدف من توقيع البروتوكول ده هو تحسين ورفع كفاءه الطلاب الموجودين في المعهد. تعالوا بينا مع حضراتكم نتعرف اكتر وننقل لحضراتكم مراسم توقيع البروتوكول ونتعرف أكثر عن المعهد. أنا شايف هنا الطلبة جايين يتعلموا حاجة فنية فعلا، يعني اللي جاي بيدخل ميكانيكا داخل يتعلم ميكانيكا، هو عايز الميكانيكا، وأنا بقول اللي بيحب شغلانة هينجح فيها. المعهد أنا شايف إنه بسيط قوي، البنية بتاعته حاجة هنقول ايه تراث قديم، ولكن التهوية كويسة قوي، الورش انا شايف الورش نظيفة قوي قوي، اجهزة حديثة، الطلبة قاعدة بأريحية قوي. È il primer passo. Il Ministero del Lavoro e noi abbiamo firmato un protocollo che ci permette aiutare. دي كانت أول خطوة إن إحنا مضينا مع وزارة العمل بروتوكول يسمح لنا بالشغل والعمل سوا. الأسس تم بالفعل حطها جوه البروتوكول. بناء على هذه الأسس هنتم الشغل والعمل في الأيام الحالية. تجول الوزير والوفد المرافق لي بعد توقيع بروتوكول التعاون في معامل وورش وفصول المعهد، وحث الطلاب والمتدربين على الاجتهاد وتنمية مهاراتهم، وحرص الوزير على أخذ صور تذكارية مع الشباب. المعهد هنا في مصر بقاله حوالي 98 سنة، وبيحب جدا يشارك خبراته لكل الشباب المصري بغض النظر اذا كان طالب للمعهد ولا لا. فالبروتوكول اللي تم توقيعه النهارده ده هيسمح لنا ان احنا نوسع النطاق بتاعنا بحيث ان احنا نقدر ننقل خبراتنا لطلبه اكتر، لطلبه جايين من وزاره العمل، لأي شاب مصري حابب يلتحق ويطور من مهاراته، فهتكون دي فرصة كويسة جدا. عشان شايف ان دون بوسكو ليه مستقبل اكتر مقارنة بثانوي، لان اولا بعد ما نخلص يأهلنا يدينا دبلومة هتبقى معتمدة في اوروبا كلها وفي ايطاليا، تاني حاجة هيدينا فرصة الاوبورتيونيتي بتاعت السفر ان احنا نقدر نسافر ايطاليا ونكمل الجامعة هناك. انا هدفي ان انا اكمل الجامعة بره في ايطاليا، والمعهد هيأهل لنا الموضوع ده اولا عشان اللغه، لان لو انت في بلد بيتكلموا لغه مختلفه عن اللغه بتاعتك هيبقى صعب انك تتعامل معاهم الا لو انت معاك اللغه دي ومتاسس فيها قوي، وده الحاجه اللي المعهد ساعدنا فيها. وتاني حاجه الاجراءات هتبقى اسهل، لان احنا هنا الشهاده اللي بناخدها من هنا الدبلومه معتمده في اوروبا كلها، فالموضوع مش هيبقى صعب. يعد معهد السليزيان دون بوسكو واحد من أهم المعاهد التعليمية الفنية الصناعية بالقاهرة، تأسس سنة 1926 ليقوم بدوره في التدريب والتعليم على مهن يحتاجها سوق العمل، ومنها الميكانيكا بجميع أنواعها والكهرباء والكمبيوتر وتشكيل المعادن ومكن سي إن سي ولحام بخمس أنواع مختلفة. كامل يوسف، سي تي في.